ونقول السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا فيكم مرة ثانية في سلسلة جرسك بارك وورد ريفولوشن. طبعا شو هي الحديقة من غير شو؟ من غير حيوانات أليفة شوي، يعني اوكي بنحط نحن حيوانات متوحشة، بس يبالنا شوي حيوانات أليفة بعد في نفس الوقت. استوي حطي أي مكان، هذا أنا راوي. زين انا اسف لكن I have to put you here، يعني مع ان المكان مش اوكي الصراحة، انا اشوفه مش اوكي. فبنسوي مكان حق حيوانات اليفة. حيوانات اليفة ما يبغى الهواية، شبك بكهرباء وايد عليها بعد، وايد ما يبغى الا شبك بكهرباء صغيرون، ما نبغى هذا كله. بس يلا بنحط ستيل، بس ما من ستيل، ما يستاهل بعد ستيل. لحظة، هني لا مكان كبير، نحطي له هامونت كريشن لاب. وين احط الهامونت كريشن لاب الحين؟ هذا مكان ناس طالع شي، يعني شو احطيه مكان مش قادر اطبط اموره. بنحط لنا ديناصورات اليفه شوي، اوكي ما يباله هذا كله ديناصورات اليفه، يباله بس ستيل. بنكبر المكان قد ما نقدر على أساس شو؟ على أساس يكون في مكان حق شتى أنواع الديناصورات. خلي يمرون عند الفندق على أساس كان الفندق بعد يستانسون شوي. لا بحطي من هنا، نبغى فيو بلاتفورم وحركات، فما له داعي التعقيد هذا كله. نبى بوابة، ويلكم تو بوابة من على اليم، سيارة خطف من هنا ومرة طيبة. نحطي له فيون بلاتفورم اللي هي ما عندي فلوس حقه، اكيد ليش يكون عندي فلوس حقه؟ متى عندي فلوس حق شيء؟ مو زين. خلنا ناخذ كونتراكت. اوكي خلنا ناخذ كونتراكت. وضع الشبكة القديم مالنا ترى تمام 100 100، وفلوس عندنا 100 100 قاعد تزيد، بس بنزيد الريتنج شوي وهالسوالف، وبنعدل مواضيع الحديقة. هاي المرتاحين والرابتر مرتاح بعد، مرتاحين كلهم يعني امورهم طيبة وسهلة تمام، ما يبون شي يعني، فخلهم برايهم. المهم خلنا الحين نسوي ابجريد حق هذا المكان. هاتشري كاباسيتي، هاتشري كاباسيتي، نبا سبيد سكسس ريت محتاجين، ايه عشان نزود نحن ونطلع لنا ديناصورين صغار. ديناصور الستاندر الاولي مالنا من سار فنان، هذا لابد موجود الصراحة. سيثاسورس هذا ترلوث، ايوه ستيرتوموس صديقنا هذا، ما ادخل عنها الصديق هذا، لازم يكون موجود، مفروض يكون موجود، بس لازم تنويع شوي، تنويع. نحطي هذا، حطينا شوي خطار، حطينا هالسوالف، نرتب المكان على اوكي بصير الزير جديده، بس على كل مكان شوي في شيء يعني يتشاهد، يعني مش هي هنا خلي فاضي واروح. لا ديناصور ريتنج في 2.0 ستار، صح انا شو منزل الديناصور ريتنج مالي غير عدم التنوع، صح هي عدم التنوع منزل الريتنج مالي وايد. اذا هذا الوضع بنهد اثنين من هاي، خلي خلصون بهد اربعة مشروع طيب، بس نبي نحطي لهم اكل. تذكرون اول يوم اول حلقة
حتى بينج بلاتفورم ما حطيت لهم. انزين بنحط لهم هذا هني، ما في ماي، نبغى ماي، نبغى الارض يكون فيها ماي، في شوي ماي على الاقل. اختار يوم بيمر يعرف وين يطالع. شو اخباره هذا؟ كل شيء عنده فول، بس يبغى شو؟ يبغى population. الديناصورات صغار بشكل عام، تدور شو؟ تدور population. لحظة، ديناصور ريتنج موديل، خلنا نشوف. -169 نقدر نحط له شوي شغلات ثانية. يعني وين صار هاي؟ منخشين الهرم. يصير كل شرب سوي شيء، حط لك اكل، انا حط لك شرب، حط لك كل شيء موجود. بعد يقول بحط لك شيء، قاعد تدور علينا عقب. داخل ما اظن اقدر احط شيء اشوفهم، لازم اعتمد على القطار انه يمر داخل. فاذا اعتمدت على القطار انه يمر داخل بيكون اوكي، بيضبط الوضع عندي. يعني اذا القطار عندي، اذا استوى مكان القطار الحين، هني مشكلة ثانية، لان الجزيرة وايد صغيرة، وايد صغيرة وين اقدر احط القطار. اذا قدرت اني ما ادري اخش القطار مكان ما، هنا 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 وهنا وهنا وهنا، مو مشكلة، بخليه يمر هني. بحاول يعني، المحاولة ما تضر، يمر لين هني، نسوي له مكان، بيستوي مكان يعني، ما البو غصب بس بيستوي. لحظة خلنا نحط هذا هني. أعرف الحين في حد بيقول لي بس مكان كبير مو يغطي، أعرف ما يغطي، أعرف، بس هذا حاليا متوفر عندي، وأقدر أوفر لهم هالبيئة البسيطة حاليا، فخلني أوفر لهم البيئة هاي. بحط قطار، لحظة، بيركب هنا أسرع. قبل لا أحطي، هي هي استوي مكانه. ولا يستوي مكانه بطريقة طيبة بعد، فما بخرف هذا المكان. برا بصرف هذا، وما بحط الفيوم بلاتفورم العود الحين، بحط منو الأصغر. ايه صبر، نحن نبغى شو سكيورتي قلنا. انزين لان لحظة خلنا نسوي، نحن نحطي اربعة هذا حاليا. انزين وبنحطي اخو العود عقب شوي. صبر، كريزي نيو جيم 75%. شو اللي عندنا قريب 75% اصلا؟ افا، شو اللي عندي قريب 75%؟ آه أوكي، بطرش مهمة حق الحين. هذا هني، وين صار؟ لا إذا مش هني وين صار؟ هذا هو، هذا حصلته. حصلنا قطار مكان هني، عندنا قطار مكان هني، ما عندنا اماكن ثانية اصلا، فاختارين هاي الاكثر من كفاية، ترى اختارين وايد يعني مش شوي. لحظة، هون كريشن لاب ريليس ديناصور. الحين خلنا نسوي اخوه الاكبر عنا شوي، اللي هم ثرينا، هذا او هذا. خلنا نسوي اثنين من هذا، واحد من الأسباب الرئيسية الميزانية طبعا، اثنين من هذا يسدون الحية حق الحين. بميتين لين سريتنج اوف 2.0%. شو سابوتاجت يا جماعة؟ شو اللي عندي سابوتاجت؟
خيب المرضى هني، هاي شكله ما ينفع مع بعض ترى، كله مرضى. بعد في عندي واحد مريض هذا. في حد خرب شيء. خلينا نعبي لهم كله. ريسبلاي. اكستراكت. ايوه هذا الحين بيوصل عندنا. DNA and تب يصير مكان زحمة بالضبط. نبي نطلع الحين نوع جديد هني. السلوع الجديد هذا اللي هو ما اعرف هل بيعيش مع الباقين ولا ما بيعيش، هذا موضوع ثاني. ما تسألونيش ما تسألونيش، الله اعلم. نحن بس نبغى الحين ولفر بنالتي. اوكي بريت بنالتي. نحن محتاجين عيال لان هذا معناه محتاجين شوي نسوي تعديلات جوهريه في الموضوع. لحظه منو ناقص النهايه؟ 150,000 بين الحين 7,000 صح؟ وراح مني 100,000 كان ناس يعبي اكله هناك. في عاصفة جاية، في عاصفة قريبة. I guess this means congratulations are in order. يلا نيو كونتراكت فكنا. ايوه I know you've handled work like this in the past. اظني 70% ولا لا ما عندي. هذا معناه نضيع فلوسنا في ستورم ديفنس. يلا بسم الله. ني وهني في عندك كهرباء فيه. فوسل ويرفوند ثانك يو. ما تبون هذا ممتاز. اوكي تعال تعال. هم اي انا عارف ان انا ذئاب نسيت وكل هذا اللي مروعنا الحين. هذا اللي مسوي لنا ازمه في حياتنا. اقدر احط هذا هنا ممكن ممكن بس ما بيكون منه فايده. تعرفون شو بسوي؟ بطارية. شو بعد؟ ريبو 17 ايتم بدق. اوكي المشكلة في شيء ثاني انا خربان بعده. لا بيتصلح. اي اوكي هم يبغى الريبير. خلاص امور طيبة. لا لا امور طيبة ما في شيء ما في شيء. تد انذر كومبات فاكتوريز. اوكي اوكي هذا ما يبشغل لنا. هذا اللي تخربنا يضرب الخط من اخر الدنيا. وين ابغى يشتغل انا؟ ما يشتغل. خلنا نطلع هذي الصغير. انا بطلع هاي الصغار ب 400 كيلو، 78 كيلو. ابى اشوف انا هذا. خلونا نشوفه. خلنا واحد عادي وواحد معدل.
نشوف كيف وضعه. سبون فول مسكر. كم مستوى سعره؟ 300,000. مو مشكلة، من 188,000 ل 300,000 نط. وفتحنا الجزيرة الأخيرة السورة. هالجزيرة اللي مفروض ظني طول فيها. أظني مفروض طول فيها. هناك نبنكم قوي لدرجة أننا نسوي كل شيء. اندوموركس، اندوركس وربع وكلهم يسويهم. المشكلة نحن هني للحين الانكم مالنا مش قوي لدرجة اننا نقدر نسوي وايد، وما مسوي ريسيرشات وايد الصراحة. انا مفروض اسوي اكثر وايد، مفروض اسوي ريسيرشات اكثر وايد بصراحة. يعني بنشوف نحن عدنا صورين، بس كون الحلقة مال اليوم خلصت، وان شاء الله بشوف الحلقة اللي عقبها شو نقدر نسوي. اذا تمينا، اذا تمينا في الجزيرة هاي راح ان شاء الله نكمل المشاريع، لان انا ما عندي خطه فعليا اتم في الجزيره، خطه طويله الامد. خاطر في الجزيره العوده احول لها صراحه. انزين هاشيبه انجريز اجل الوزيرشن كمان سكيورتي كونتراكس كومبليت فيل تستنج اسلحه عن اسلحه تكانو اسلحه تكانو أسرة تكانو أسرة تكانو أي وحدة كانت. You are here. أسلة بينا. آه ها بعدنا نسير هناك اللي قبلها. يبالنا يبالنا نخلص اللي هناك. للأسف شكلنا بنرجع هناك. سبوتاج هاي رسك ما عندنا شيء يسوي بتاش تنهن. ايوة خلنا نطلع هاي وهاي الحلقة. هذا الاستاندري صغيرون مسكين. شوف ايده بس وين ما في حيل يصرخ. عيل انتبعوا. انزين انا خلنا نشوف المعدل. خلنا نشوفه. خلنا نشوفك لا فنان التعديل. فنان اصلع ذكي عنده مخ. والله حلوين الصراحة. المهم يا جماعة هذه كانت حلقتنا اليوم، هي الحيوانات الأليفة يعني عرفتوا. فخلنا نشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية على خير. فتحنا نحن الجزيرة بس على الأغلب بنرجع لتسلة تكانو وبعدين بنرجع لها نكمل مهمات. فمشكورين على متابعة هالحلقة، ومشكورين على الدعم واللايكات والكومنتات، ولا تنسون دائما أقرأ كومنتاتكم وتشوفوا تعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.